اللي بدي أحكيه عن قوة تأثير الكلمة، قد ايه كلمة ممكن ترفعنا لفوق، قد ايه كلمة ممكن تنزلنا، قد ايه كلمة ممكن تغير مسار حياتنا. حابة أحكي لكل المتابعين اللي بتابعونا من داخل والخارج، داخل الدول العربية، الأردن والدول العربية وخارج البلاد العربية الأجنبية، واللي بتابعوني على وسائل التواصل الثانية واللي لحقونا لهون، إنه اللي بيميزنا ونعرف الناس عنا هو حبنا الحقيقي، طاقتنا الإيجابية. ولما بدنا نقابل أي شيء بدنا نقول كن إيجابي، خذ الأمور كيف نقدر نتخطى لاحقا، إنه نتفاداها، كيف شو الحلول اللي عنا. ما بدنا ندخل نحكي عن شو مشاكلنا وشو اليأس، بدنا نحكي شو بنقدر نعمل، كيف بنقدر نواجه لقدام حسب شو الكلمة بيقول لي. قوة تأثيرها شو من كانت، شو من كانت أكيد لها تأثير علينا. أو مثلا مو ضروري حدا يقول لك ياها دغري، ممكن أنت تسمع مثلا الحوار، ممكن تشوف إشي على التلفزيون، صح؟ بتسمع كلمات، هاي الكلمات لا تقولوا قد إيه بتأثر أصلا. الإيماء، الإيماء يعني إنك تأشر هيك براسك أو تعمل هيك بعيونك أو تكون أنت شو، هذا بيأثر بالطرف الآخر، بيأثر حتى كيف بدي أحكي لكم؟ ما حتصدقوني إذا بقول لكم التأشيرة بتأثر بالإنسان الآخر قد إنه تمرضه نفسياً أو إنه يطيبه. حأحكي لكم قصة من قلب الواقع. بدنا نصير نعمل قصص حقيقية واقعية. خلينا نشوف محمد. يا رب يا محمد، هينا حطيت طلبات، يا رب يا محمد إنه يزبط هلأ، حنثبت البث وكون إيجابي. هاي محمد، يلا فرح بإنستغرام، أنا هون. شو كيف بدي أحكي أنا هون؟ وينك؟ إيشي كيفك إن شاء الله؟ وينك؟ مو شايفتك. وين الصورة؟ لا هيني فاتح كاميرا. مو شايفتك. مو شايفتك. لا أسكر هيك. أرجع كثير لحظة. وينك؟ يلا ها ها. إيش؟ لا تحكي، ما تقول إنه ما زبط. لا هيو زابط، أنا طالع هون بس ما بعرف ليش. أنا مو شايفتك. أنتوا شايفينه؟ أنا مو شايفتك. شو اللي بالكاميرا؟ والله إنه زابط الكاميرا، ليش أقلبها؟ كيف يعني؟ شو اللي بالكاميرا؟ زابط. محمد سكر ونرجع ناخد. الله يلا استنى. كونتينيو. طب هيني، طب شو اعمل انا؟ تفضل يا محمد. يا الله على هالقصة، عن جد انا اسفة، المتابعين زهقوا، حياة الله. يلا بس لما يسمعوا قصتك يمكن يغفروا لنا. يعني شايف انك كيف اول مرة حبيبي اطلع مع حدا وانه انت اول واحد. وينك؟ لا يا انت شايفني؟ انت حاطط، الناس بيقولوا لك انت حاطط صوت من غير صوره. ماما انت زبط من عندك، زبط من عندك. يلا معلش، ما تزعل ولا تتوتر، كل اشي بعلمنا. هاي زي زيك انا، هيني ما انا كمان عم بغلط عادي. زبط من الاعدادات هو صاحبك بيقول لك. يلا خلص حنثبته، هاد على بركه الله نثبت عادي. اللي بيبعتوا لي الشباب والولاد فوق، ما هذا لا تتوتر. وليه متوترين؟ يلا محمد اعكس، زبط الكاميرا. عم تعبير اذا اي حدا دخل، خليكم اسمعوا القصه هاي كثير حلوه. دكتوره عندي الكاميرا طافيه. محمد رح اسك، رح يعني هاد ورجع مره ثانيه اعمل ريكوست. يلا ها كنسل. يلا وينه؟ يعني انا ها معلش والله بتستاهل القصه تضل شوي. شو اعمل؟ عم بتعلم معاكم، مش بروفيشنال يعني لا تفكروا. اول مره اطلع مع حدا. يلا عبير عمته كيفك؟ كيف الحجر اليوم؟ على فكره حلو يوم واحد، ما حدا يقول لي والله راحه راحه راحه، بس انا والله ما برتاح فيه، قاعده مع ناسي.
لازم أكون معهم ويكونوا معي، بتعلم نتعلم من بعض. يلا هلا أنا مش ضابط محمد، أنا خلص اليوم أبصر شو بدي يصير فيه، يعني أنا خلص. وبعدين اسكت، مو أنا ما بعرفه، هلا بدي أتعلم، هلا بدي أتعرف عليه. معكم خبر؟ إذا قبل شوي ماما أنا ما راح أزعل منك، استنى أشوف الناس. إيش كيف بدي أقولها؟ هاي بنتي بإنستغرام، من أحد بناتي، يعني أنا عندي بنات وأولاد كتير. آدينج، أوكي طيب، يا رب يزبط يا رب يزبط يا رب يزبط. هيو آدينج أنت محمد، أنا عملت لك يس، والله أنا عملت لك. خلاص مش ضابط، من عندك من عندك أبصر. وين أنت؟ أي منطقة؟ شو مش عارفة يا الله، استنى. وها وبعدين على هالقصة، طولوا بالكم، حنقولكم عن قوة تأثير الكلمة مع أستاذ. وين الصورة؟ خلص أنا بلشت أنهار أنا على اللايف. وين الصورة؟ بدي أشوفك أنا، قبل شوي كنت شايفتك، هلا مو شايفتك، وجيت أعبر عن مشاعري لأول مرة بشوفك فيها، راحت الصورة كلها. هيك زبط. بنجان هلا، والله مو شايفتك وحياة الله. احكوا انتو سامعيننا؟ انا على فكرة ولا عارفة صرت اشي، الناس سامعيننا، احنا وين، احنا فين، ولا عارفة شي. يا اشرف احكي، شايفنا سامعيننا؟ ايش في محمد؟ مشان الله تنادي صاحبك على جنب، بظبط الكاميرا، انا شايفة الكاميرا. يا الله، لا انتوا سامعين الصوت؟ في صوت؟ انتوا ما اقولكم اولاد الحلال كتير، اولادي وبناتي اللي يحبوا ينكتوا، داخلين طالعيني انا بتشوفي، واللي داخلين بدهم يطلعوا. يا روقوا روقوا، خليه يطلع صاحب القصة مشان الله، هو اللي اقنعني اصلا، صار من امبارح بيقنع فيني. لا شو رأيكم هيك؟ بالله عليكم شو رأيكم؟ رح نجنن هلا. وين راح؟ وين راح محمد؟ مشكلة هو كمان بتدرب. مرت خاله سمر، مرت خالي من ألمانيا. عن جد شو إنه؟ يلا يا رب يا رب يزبط. خلاص شوي بنجن هلا. وين؟ هلا بقولوا مالها الدكتورة. محمد كمان مش عم بيساعدني، ما عم بيزبط منها معه ولا معي. محمد بنجان هلا، يلا بدنا نطلع القصة يا زلمة، بدنا نحكي. يا رب. adding adding connecting. يلا ضابط، ما تخلوا، خليكي معنا كل حدا. اسمعوا القصة هاي، مو ضابط انا مو شايفة صورتك، مو شايفة صورتك. طب قبل شوي كنت شايفتك يا زلمة، شو عملت؟ ضابط مو شايف ضابط، المشاهدين، انتوا شايفين صورتنا؟ شايفين صورة مين؟ بالله عليكم. ايه؟ طب انا قبل شوي شايفتك كنت، ولا لعبت بالاعدادات ولا اشي؟ ولا انا ما لعبت بالاعدادات، بس ما بعرف مش من عندي، يعني اشتريت من تليفون ثاني وظابط عندي. ما بيزبط. طب كيف انا مو شايفه صورتك؟ طب المشاهدين شايفين صورة مين؟ يا الله مين؟ في واحد شايفه؟ كيف شايفينه؟ انت عم بقولوا انت بس خلينا مو شايفتك مشان الله، من عندك بدي اشوفك، ما بعرفك انا على فكره، يعني بقول محمد وابني ما بعرفه. بعدين انا شفت قبل شوي هيك طلعت لي شوي ورحت، صح؟ وحتى شفتك غير الصوره، صغير حبيبي صغير هيك نعوم، بدي اعبر. راحت الصوره وين؟ لا تقول لي بنجان الله، يا ربي على هالقصه، ايش هالقصه؟ يلا عشان تتعلمي يا راما، حياتك ما تطلعي هيك الا تكوني محضره عرفانه، معك ناس بروفيشنال. ويارا تركتني وتركت التليفون، ايش اسوي؟ يارا اذا سامعتيني، سامعه امك، تعي انقذيني شوي.